اهلا بيكم في تعلم الرسم. دلوقتي هنبتدي الجزء العملي مع علي وعمر، هيتعلموا محمود سعيد ازاي يوروا المسافه اللي هو عنصر فن في اللوحه بتاعتهم. اي حاجه قريبه هتبقى كبيره، ابعد هتبقى صغيره. يلا يا عمر نزل الكانفاس. شاطر، برافو عمر. هيبتدي يرسم بقلم عليه بي. ليه بي؟ لان ده بيكون ناعم قوي على الورقه، سهل قوي في المسح. الاتش ما بيكونش سهل في المسح، بيسيب اثر جامد على الورقه او الكانفاس. فمثلا ده 6 اتش، مش هرسم بيه. ده برده 6 اتش، ده 3 اتش. انا هدور لعمر، هجيب لعمر دلوقتي بي، لان البي ده هو اللي بيرسم وبيكون سهل قوي في المسح. اتفقنا؟ استنى يا عمر. اهو يلا علي ابتدي ارسم يا حبيبي. يلا نفرد ظهرنا واحنا بنرسم، اهم حاجه. احنا النهارده هننقل محمود سعيد، مش هنرسم حاجه من دماغنا. يعني انا بفضل دايما اما اتعلموا من اي فنان تبتكروا انتوا، بس في الفنانين بالذات بننقل حاجتهم عشان نتعلم. بعد كده واحنا قاعدين في وقت فراغنا هيكون في حاجات اتسجلت في مخنا، نبتدي احنا نزود ونبتكر. بس النهارده هننقل بالظبط محمود سعيد، اتفقنا؟ ولو عايزين تروحوا شوفوا اللوحه بتاعته اكتبوا على جوجل محمود سعيد، مشهور جدا والناس كل انحاء العالم بتعلموا منه. اكتبوا بس محمود سعيد هيطلع لكم اللاندسكيب بتاعه. حاجه كمان بقى عايزه اقولها لكم واقولها لعلي كمان، محمود سعيد عامل لاندسكيب. يعني ايه لاندسكيب؟ يعني لاند يعني ارض، فلازم الكانفاس يكون محطوط كده. لو بيرسم بورتريت هنوقفها كده، حتى في الكمبيوتر بيقول لكم عايزين تختاروا ورقه بورتريت ولا لاندسكيب. بورتريت دي يعني كده هنرسم بورتريه او حاجه بتطول. لو ارض او مثلا فيها ميه او اي حاجه لازم تكون بالبوزيشن ده بالوضع ده، اسمه لاندسكيب. فعمر هيبتدي باللاندسكيب. لا يا حبيبي، النهارده بنتعلم من محمود سعيد. عايزين نرسم الحمار عشان ده من معالم المصريه بتاعتنا. اول حاجه فاكرين الخط الافقي، نقسم الكانفاس بتاعنا. شاطرين، ايوه فوق قوي عشان في لسه جبل. انا ممكن اروح احط الجبل بتاع محمود سعيد عشان نسيته، او تلال. هو مش جبل قوي، هو تلال، الخط المموج ورا ال، بصوا خط مموج اهو عشان افصل بين الجبل والسما عشان ما اجي الون. وفي واحنا كل ده الحاجات بقى التفاصيل الثانيه هنشوفها واحنا بنلون. ممكن احط هنا نخله ثانيه. يلا يا علي انا جايه لك اشوف انت اشطر ولا محمود سعيد اشطر. في نخله كده، بص كل ما يكون حاجه فوق صغيره. يلا استمتعوا كده وانتوا بترسموا عشان الرسم ده بيطلع الطاقه السلبيه ويدينا طاقه ايجابيه. انا مبسوطه قوي من علي، ابتدى بالظبط زي اللي احنا قلناه. اول حاجه قسم اللوحه بتاعته لسما وارض بالخط الافقي، بعدين عمل حاجه مهمه قوي في اللوحه اللي هي البحيره بتاعت اللي رسمها محمود سعيد. شاطر يا علي، انت بترسم باتش ولا بي؟ برافو علي، بيرسم ببي عشان كل ما درجه البي بتعلى 2B 3B 4B 6B 8B 12B كل ده الرصاص بيبقى ناعم، بيبقى سهل المسح. وطبعا عارفه الاطفال بيضغطوا جامد قوي وهم بيرسموا، بلاش، خليك ايد خفيفه قوي. كل ما الايدك تبقى خفيفه بيبقى سهل في المسح. نرسم واحدة بعيدة. واحنا بنرسم كمان كده يكون بين النخلة في حاجات بنغطيها، نعمل لها حساب. شوف عمر عمل ايه، شاطر يا عمر. عمر بيرسم الخط المموج اللي هو عنصر من عناصر الفن الاساسي. حلو قوي الحمار اللي انت رسمه بتاع نقله محمود سعيد ده. كانت احلى حاجه في الفنانين بتوعنا زمان، هما بينقلوا البيئه البصريه بتاعتنا. كل حاجه حلوه عندنا، الزرع،
الحيوانات اللي بتساعدنا في الريف، نهر النيل اللي عندنا. شاطر يا عمر، مبسوطة قوي من عمر. فارد ظهره هو بيرسم، برافو. ماسك القلم كويس، ماسكة القلم مهمة قوي. في ناس بيمسكوا القلم كده فالخط مش بيكون مظبوط، في ناس بترسم القلم بطريقة معينة، لا ماسكة القلم مهمة قوي، اللي هو الإبهام على القلم كده. السبابة، عايزين واحنا بننقل محمود سعيد نشوف نسبة النخلة ايه بالنسبة للحمار. نرسم حمار كبير وحمار صغير. يعني بص يا عمر، حلو قوي الحمار اللي انت رسمته ده، هرسم واحد فين النهر النيل او البحيره اللي محمود سعيد، عشان هي دي هتبقى الحمار التاني وراها، عشان الحمار ده من اهم الحيوانات اللي بتساعدنا في الريف. شاطر. بصوا عمر بيستخدم عنصر مهم قوي من الفن اللي هو الخط، عمل خط افقي مستقيم، خط مموج، خط زجزاج، خط كيرفي كده شويه. شاطر يا عمر. بص كمل، لان بص هي انا عارفه ان الفلاحه واقفه هنا، بس بنكمل هنا كده. ماشي. وحلو قوي ان عمر رسم الحمار ووراه الخط. خلي بالكم ان احنا بنعمل حاجه ورا حاجه، فما بنحطش خطوط ورا بعض. النخله دي بتهيألي صغيره، لازم بص طويله. اي واحده دي؟ بص بص دي قد ايه للحمار. بص يا عمر، دي بادئه من دايما اقعد شوف النسب، هي بادئه هنا من البحيره لغايه فوق في السماء. تمام، هجي لك يا علي اشوف انت عملت ايه. عملت خطوات. شاطر يا علي، حلو قوي. النخله بتاعتك فاصله فين؟ لا بص نخله محمود سعيد فين، حلوه، سيبها ما تمسحهاش. بس انا عايزه النخله الثانيه من اول هنا معديه. ايه ده؟ بس ايه ده، هتخطي على الخط ده؟ مش مهم، احنا هنستعمل اكريليك. الوان الاكريليك بقى حلو ان هي بتغطي كل اللي انت مش عايزه تشوفه كده. ابتدي اعمل النخله، حلو قوي دي، سيبها. اوكي، كانها نخله صغيره ونخله طويله. مش عايزه حد بقى يزعل. ايه ده، مش زي محمود سعيد، انا مش هرسم تاني، انا مش شاطر. لا، انتوا عارفين ان الرسم بيكتسب. واحده صاحبتي هي وهي عندها 7 8 سنين ما كانتش بتعرف ترسم شجره، دلوقتي هي بتمثل كل سنه مصر في المانيا، وما كانتش بتعرف ترسم، قعدت تتمرس وتتعلم لغايه اما بقت شاطره قوي. شاطر يا علي. بعد النخله دي عايزه الخط المموج بتاع التلال اللي ورا، شايفه؟ اه. لا مش هنرسم دماغنا، بص نبص بصه ونشوف هو عامل هنا عامله زي ايه. مثلا اول واحده عامله زي كانها موجه، مثلا حرف 7 بالمشقلب، حرف 8. ايوه شاطر، شفت اما بصيت؟ عشان احنا لو رسمنا من دماغنا من غير ما ننقل الفنان مش هيتعلم، لازم نبص الفنان رسم الخط ده ازاي، موج ده ازاي. مع الوقت هنكون احنا اكتسبنا خبرات ونعملها لوحدنا. شاطر يا علي، حلو قوي. طيب دلوقتي الزرع، حلو قوي. ده زرع كبير قدامك صح؟ الزرع اللي جنب النخل اكبر ولا اصغر؟ اصغر. اصغر، وريني كده. واللي في الاخر خالص، بص يا علي، ده الزرع ده صغير ازاي؟ قد كده. اللي في النص كان كبير شويه. انا هعمل هنا، هعمل زرع شويه اهو. هنعمل 3 مقاسات للزرع، كبير قوي، متوسط، صغير. هعمل نخل. بص يا علي، النخل بتاعي صغير قد ايه؟ اشوف عمر، انا متاكده عمر ما هيعمل لي حاجات حلوه، ودايما بيرسم حلو قوي هو وعلي. بصوا، الله يا عمر، حلو قوي. بس عايز اقول لك حاجه بقى، كنت بقولها لعلي، ثانيه واحده. النخله دي قريبه، فالنخله دي عند محمود سعيد بدء من هنا لغايه فوق. طب ودي همسحها؟ لا خليها، بس هي مش في اللوحه، مش مهم، ممكن نزود حاجات بس مش مهم كده. فهمت؟ اوكي؟ يلا، حلو قوي، كمل. فدي اكبر نخله عندنا، معديه، ما تمسحش، سيبها، حلو حلو. مش مهم؟ لا لا ما تمسحش خالص، كمل دي، كمل بتاعتي. اهي بص يا عمر، دي اكبر نخله عندي. عمر، دي اكبر نخله عندي. بادئه تقريبا من التلال اللي ورا، نازله لغايه البحيره. احنا دايما نقارن النخله بتاعتي هتبتدي فين من محمود سعيد، خلاص؟ اهي دي الصغيره، بص فين يا عمر؟ نصها بس فوق شويه، اوكي؟ حلو قوي، برافو عليك. عمر بيرسم النخله بيبسطها بالطريقه اللي يقدر يبسطها في دماغه.
وفي نخله جنبها كمان يا عمر. لا لا ما تمسحش ما تمسحش. في حاجه انا مش عارفه. مش مهم. عارفين بقى عمر دلوقتي رسم حاجه غلط، مش مهم يمسحها، وهو بيلون بالاكريليك ممكن يلون على الخط اللي هو مش عاجبه. يلا كمل ارسم النخله الثانيه. ليه بقى؟ لان الكانفاس لو قعدنا نمسح عليه كتير، ده احنا قلنا قماش بيضعف. بصوا هيضعف. وفي حاجه ممكن بعد في الاخر خالص احطها على الكانفاس، لان الفنانين يقعدوا يرسموا على الكانفاس ويضغطوا ويمسحوا زي عمر كده كتير، فالكانفاس القماشه دي بتطرى شويه. في حاجه بتيجي مع الكانفاس اسمها مفتاح الكانفاس، بنحطها ورا بطريقه معينه عكس عكاس كده عشان تشدها، بس دي اخر حاجه بعد حتى ما نلون. اتفقنا؟ فعمر كفايه مسح. حلو قوي الزرعه دي، مسحتها ليه؟ بصوا انا عارفه الاطفال بيعملوا الحركه دي دايما، يرسموا حاجه حلوه مش واثقين فيها يمسحوا، مش واثقين فيها. لا انا عايزاكم تكملوا، اما ترسموا حاجه خلوها زي ما هي. حلو قوي يا عمر. كمل بقى الاخر اللي جنبها هنا، في واحده هنا جنبها كده. شاطر. ايوه كمل. وعايز الحمار الصغير هنا، اوكي، والزرع هنا، ودي كانت حلوه قوي ارسمها. انا دايما بلاحظ كده اطفال يرسموا حاجه بتبقى حلوه، لا مش حلوه قوي يمسحوها. قبل ما نمسح حاجه نرسم الصح ونرسم وبعدين نمسح الغلط. شاطر يا عمر، حلو قوي. ممكن اشوف انا عملت كام. ايه ده، في مركب صغيره خالص هناك انا ممكن احطها. شفتي عيني المركب الصغيره دي؟ ايوه انا هرسمها، خدتش بالي منها انا بقول لك. وعملت نخلتين، فاضل اتنين كمان. بص بخطوط بسيطه قوي افقيه وراسيه عملنا لوحه. استنى نرسم كمان زرع هنا. برافو يا علي. تكمل الحمار الصغير؟ يلا اللي هو بعيد. تعالوا نشوف بقى علي وعمر وصلوا لايه؟ خلصوا اللوحه بخطوط مختلفة زي محمود سعيد ولا لا؟ يلا عايزة علي وعمر، ممكن نقف لغاية هنا نشوف اللوحة اترسمت ازاي؟ وبكده علي وعمر خلصوا الخط الخارجي الرسمة بتاعت اللوحة. يلا ورونا، ممكن تحطوها على حامل الرسم؟ يلا علي حط الكانفاس على الايزل من فضلك. طيب تعالوا بقى نشوف عمر اتعلم ايه من محمود سعيد. اول حاجه عمر اتعلم ازاي يرسم حمار بطريقه مبسطه خالص، وازاي يرسم المسافه قريب وبعيد. بصوا اهو ده حمار قريب وحمار بعيد، نخله قريبه ونخله بعيده. بصوا النسب وبصوا ارتفاع النخله في كل لوحه قد ايه. وعمل خط افقي، مش كل حاجه طايره كده في الهواء، لا في خط افقي كده بيرسم بيقسم اللوحه لسما وجبل وارض وبحر. شطور قوي يا عمر. يبقى كده عمر اتعلم من محمود سعيد. احب انتوا كمان تتعلموا من محمود سعيد. اختار بقى ذهبي. حاضر، عشان عمر عمل حاجه حلوه هتحط له ستيكر. اتعلم حاجات حلوه من محمود سعيد، نحط له ستيكر في السما. شكرا. يلا تعالوا نشوف علي اتعلم من محمود سعيد ولا لا. يلا مين يا علي؟ علي كمان اتعلم، علي اتعلم من محمود سعيد ان هو برضو رسم نسب الحمار حلوه، هنا قريب فكبير وطلع فوق شويه رسم الصغير فعمله اصغر وبنسب اصغر. شاطر يا علي. وهنا النخله دي كانت جنب الحمار طويله قوي بالنسبه للحمار لان هي مش نفس المقاس بتاعه، ودي الصغيره طلع بيها شويه فوق وبرضو عمل الخط الافقي والجبال مواجهه. علي بقى يستحق النهارده ستيكر. يلا يا علي اختار دي. حاضر الكبيره. علي اختار الستيكر الكبيره. يلا شطور يا علي. اهي استنوا كده بشوف انا اتعلمت من محمود سعيد ولا لا، ودي نفس الستيكر ولا لا. انا عملت. اقول لكم اتعلمت ايه بقى من محمود سعيد. اتعلمت برضو ان في مساحه، ازاي اوري المساحه في اللوحه بتاعتي. عملت زي محمود سعيد، عمل حمار كبير قريب تحت في اللوحه وبعدين صغيره. ومش بس استخدم المساحه في اللوحه بتاعته، لا استخدم عناصر تانية للفن اللي هي الخط، الخط الافقي، الخط المموج،
خلاص ده اللي احنا عملناه في اللوحه بتاعتنا. الحلقه الجايه ان شاء الله هنبتدي نتعلم عناصر الفن التاني البقيه السبعه من محمود سعيد. هنتعلم ازاي نعمل درجات اللون، ايه تاني يعني، نلون ونلون. اللون مهم قوي من عناصر الفن السبعه، يبقى نلون ودرجات اللون. عملنا المساحه والخط، الاشكال، كل دي اشكال موجوده عندنا. هنتعلم ازاي نعملها مجسمه شويه بالتلوين. انا هدي لنفسي برده ستيكر، انتوا تدوا لنفسكم ستيكر في البيت كده اهو. خلاص يبقى احنا كده اتعلمنا النهارده محمود سعيد ازاي نرسم الخطوط مختلفه عشان تخدم اللوحه بتاعتنا وتكون مميزه، الاشكال والمساحه قريب يبقى حاجه تحت وكبيره، كل ما تبعد تصغر وتطلع فوق في اللوحه بتاعتنا. دي اهم حاجه في المساحه عشان نوري ان انا كان في حاجه قريبه وبعيده ليا للمشاهد بتاع اللوحه. ولو عايزين تشوفوا اللوحات بتاعت محمود سعيد روحوا المتحف بتاعه في الجيزه قدام النيل، هتتفرجوا على احلى لوحات بتاعته هناك وتتعلموا منها. ولو عايزين ترسموا زي اللوحه دي اكتبوا على جوجل محمود سعيد، هيظهر لكم حلقه لوحه محمود سعيد دي. خلاص استنونا الحلقه الجايه ان شاء الله نتعلم ازاي نلون لوحه محمود سعيد.